المدرسية سواء الداخلية أو الخارجية. كداخلية غيروا شغلات كثيرة، أكثر شغلة ساعدتنا اللي هي الدهان البواب الألواح اللي هنا كانت موجودة عندنا أصلاً، اللي كانت مدمرة. البيئة الخارجية اليوم عملنا نشوف ملاعب متنوعة، مقاعد للطلبة وحتى للهيئة التدريسية. على مستوى المدرسة بصراحة المشروع غير نفسيات المعلمين والهيئة الإدارية. كيف حالكم؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ مي. مي ايش؟ شريف. وباي صف؟ ثالث. ثالث؟ ايش اسمك؟ محمد. مبسوطين بالمدرسة الجديدة؟ اه. درس في مدرسة المنيا وعضو مجلس قراوي المنيا. مدرسة يعني تقع ضمن المنطقة سي، تأسست منذ القدم يعني من 1970. كان وضعها مأساوي جدا، سيلان مياه، ترميم، يعني فيش يعني معظمة من أي شيء. السبب الرئيسي أن تقع منطقة سي، عدا ذلك البلدة وقرية المنيا تعاني من قلة المشاريع الخدماتية في القرية. فهذا أول مشروع في قرية المنيا، صحيح مشروع يعني أفضل المشاريع التي نفذت في قرية المنيا، يعني تغيرت المدرسة بشكل كامل، يعني 90 درجة تقريبا. يعني هذا أعطى ارتياح للأهالي، للطلبة من ناحية نفسية، ساحات، مقاهي، كبيئة صفية أصبح فيها نظيفة، عارف السيلان المياه، كانت الأبواب قديمة، في من ناحية باب أم هذه البواب الجديدة، عبارة عن عازل تدفئة، أصبح يعني أعطى الدفء للطلبة، يعني الطالب في الفصل الشتاء قاعد في الحصة مستريح في نظيفة. كل استيعابة للمعلم كثير، سألت في البيت كيف المدرسة تكون متجنة، بدك تقول مثلا الجو كان يكون عندك برد يعني هذا الماي، أقول لك تقريبا عن مساء لا درع المدرسة. يعني كثير والله أقول لك تقريبا عن مساء لا درع. زمان كان يعني مثلا برد يكون سقعانين، يعني أنا أدخل عليهم أنا كوني أبر أطلع على الصف في سيلان، البرد وجه أحمر، برد، فلونزا، كثير ينزل الوسم. مش ملاحق على الدكاترة، بس الحمد لله بقينا يعني متغيرين. الحمد لله. حاليا بنلعب الطالب بامان. وهذا الشيء يعني كرر له نفسيا انعكس، بالتالي التفريغ الانفعالي عند الطلاب ما صار يتم داخل الصف. التفريغ الانفعالي صار يكون في الساحات الخارجية. نلعب رياضة، نجلس على المقاعد بعد الترميم. صار الطلاب بيحبوا يلعبوا ويحبوا يجلسوا على المقاعد يعني. إقبال على اللعب عندهم. أنا شاعر إني في مدرسة جديدة، شاعر إني في منتزه مش في مدرسة. قلت مقارنة أنا ما بعد الترميم وقبل الترميم لبعض نسب النجاح، وخصوصا المرحلة الثانوية والمرحلة الأساسية بالبيت. لقيت المواد الأساسية في نسبة النجاح ارتفعت.